اللي بغينا نوضحوا للناس الصوره للناس المسؤولين ولا الناس ديالنا حنا اللي هما الباعه المتجولين اللي هما جايين قبطي البلايص في هذا السوق. اول حاجه عندنا هذه الشهاده الاداريه، بعد اللي قبط هذه الشهاده الاداريه تيكون معنا هنايا في السوق اللي عطاو هذه الشهاده الاداريه من الناس الباعه المتجول تيديرها في جيبو وتيمشي في حاله. الا بعض الناس اللي كاينين من راس البلان وكاينين من شارع نص الله وكاينين كذا هما اللي حاطين معنا مستمرين معنا في هذا السوق. اللي عنده هذه الشهاده الاداريه تيمشي للشارع وتيبيع في الشارع وتيجي لهنا وتيحط لنا ميكا. اذا درت واحد الجوله غادي تشوفوا واحد الجوله هنايا بهاد الناس هادو غادي يقبلوا لكم البلايص خاوين. الا جا الانسان لهنا للسوق تيجي تيقول لك بلاصتي، تيقول لك بلاصتي وتيبيتي على الروح وتيجري على ذاك اللي بيبيع وبيشري وتيمشي هذاك اللي بيبيع وبيشري وتهزوا موطور وتيمشي للشارع للراس البلان تيمشي للشارع. يعني هاد الناس المطلوبات ديالنا حنايا كباعة متجولين هادوك الناس اللي قاعدين هنا تيطلبوا بهادوك الناس يجيو كلشي يجي لهنا. ماشي شهادة إدارية بحال هكا يقول لك أنا عندي بلاصتي ويمشي هو للشارع أو يمشي يقعد في حالته وكان كاع اللي ما عندوش علاقة بالبيع والشراء نهائي. أقسم بالله وأشهد أن لا إله إلا الله أن أقول كلمة الحق. إلا كاين اللي ما يستحقش هاد الشهادة الإدارية إن وكاين اللي يستحقها وهاد الناس وتنقول لهم كاين اللي يستحقها وما عندوش وبداو من راس البلان و 24 سنه 24 سنه هو في السوق صباح اليوم مقسم لهاد الشهاده الاداريه وتيجينا واحد تنتفاجئوا تيجينا واحد عنده شهاده اداريه وما يستحق وكاين من اي توري وكاين من بنكرير ومن النواحي ديال مراكش ومستغل هاد السوق وما تيجيش يعمر وكاينين الناس اللي يستحقوا انتوما اللي تنقول لكم هاد الهضره تحمل مسؤوليتي عليها. دوروا راس البلان وبداو من الجناب وشوفوا الناس اللي مفرشة اللي كتفرص عارفها السلطه عارفها كل شيء وقولوا ليه واش انت مقيد ولا ما مقيد. ملي كتمشي عند السلطه تقول له نوض للسوق اش يقول لهم وانتم عطيتوا القرارات لهذوك الناس وانا خليتوني بلاش. فئه مقصيه اللي هي بتعمر السوق وفئه اللي ما باش تعمر السوق راه هي قابضه الوثائق والوثائق والشهاده الاداريه ودايرها في جيبها واخا قابضه انا شهاده اداريه تهضر على الكل. راني قابضه جاي للسوق هاد السيد قابضه جاي للسوق هاد السيد قابضه جاي للسوق وحنا حاطين في السوق وهما غادي يديروا واحد الدوره واحد الجوله وغادي يشوفونا واش حاطين ولا ما حاطينش. فاش تنهضروا مع هاد الناس المسؤوله اش يقولوا لنا عطيناكم بلايصكم بتمشيو لبلايصكم ياك تنجيو لهاد البلايص هادو هضرنا معاه قلنا له على حساب المرافق على حساب كذا على حساب كذا هما بداو معنا في الاصلاحات راه هادي شهاده الحق هما بداو معنا في الاصلاحات اللي معكسنا حنايا هما الناس اللي ما تجيش تفرش. بغينا السلطه تدخل اللي لقات شي ميكا في شي بلاصه ولقات الناس ما مفرشاش وما حتاش يتقسم لديك البلاصه ويجي السيد اللي بغى يستغلها. اذا كان هذا السيد تطبق هكا السوق غادي يعمر. اي ما عندك بالعلاقه بالبيع والشراء سير اخو فحالك تتسوق الطوبيس سير سوق الطوبيس تتسوق الكار سير سوق الكار تنبيع وتنشري نجي نبيع ونشري. كاين اللي عنده ثلاثه الوليدات كاين اللي عنده اربعه الوليدات وانا كنهضر معكم كاع ما مزوج وراه عندي والديه مرا كترب لانسولين باراه لا سير في الفراش راه الا ما جبتش راه ما كاينش اللي يعطيهم كذلك ناس اخرين وانا كنهضر على هاد الناس الفقراء والمساكين اللي بحالنا اللي يستحقوا هاد البلاصه هادي اللي يستحقوا هاد البلاصه. كنطلب بالاقصاء لدوك الناس اللي مستغلين على هاد البلاصه وماشي حنا ما بغيناش هاد السوق لا بغيناه وكنطلب باش انه ينوضوا ويحيدوا هذوك الناس ديال الفراشه اللي لهيه ويجيو لهذا السوق هذا. الاخوان دابا كما تعرفوا الكل المشاكل اللي تيعيشوها في هذا السوق هذه راه المشاكل معروفه. دابا السلطات عطاتنا هذا السوق قالت الناس فرشوا الناس جاوا يفرشوا وقعات مشاكل كثيره. السوق اصلا مهجور راه السوق راه مهجور خص السوق باش يديماري ويخدم خص الناس يجيو باش انهم يعمروه. خصنا نعمروا بلايصنا ونبداو تنمارسوا النشاطات ديالنا باش يمكننا نحلوا المشاكل الاخرى اللي جايه من بعد. كاينه بزاف ديال المشاكل اللي هي معروفه لا مشاكل لا من طرف السلطه ولا من طرف الناس حتى هما الباعه المتجولين ولا من طرف الناس اللي ما مستافدين. كاينين واحد مجموعه ديال الاخوان دابا كما تعرفوا الاخوان راه الفراشه تتولد الفراشه راه تتولد تيستافد شي وتيبقى شي. كاين اشكال هذا كاين بعض الاخوان كانوا فوق يد ديال التجار ما تسجلوش كاينه مشاكل كثيره. حنا الان عندنا مشكل مع الناس ديال مالي الخميس قالوا بان هاد الناس مالي الخميس ولا الجمعيه ديال الخميس غادي يجيبوا لنا واحد محضر من السلطه المحليه
اش يقول هذا المحضر ديال السلطه المحليه بانهم جايين هنا بواحد الصفه مؤقته لمده 3 شهور. الو حنا نتسناو بعدا يجينا هذا المحضر ديال 3 شهور نشوفوا هاد الناس اللي واقعين دابا مشاكل، واقع عندنا مشاكل كثيره. تيجي واحد تيقعد في هذيك البلاصه قعدوا لي هاد الناس بلاصتهم، واش هذا معقول ولا ماشي معقول؟ هذا بطبيعه الحال ماشي معقول. حنا لا بينا نعالجوا الطرفيه ماشي هكا، ماشي نجيبوا شي ونقصيو شي. لا خصنا نحلوا المشاكل، خصنا نحلوا هذه المشاكل ولا بينا نحلوا هذا الشيء، ضروري السلطه تكون حاضره، ضروري خص السلطه تكون حاضره، ضروري السلطه بزاف المشاكل. هذا المشكل ديال الخميس هو طرحنا مشكل ضروب، عندنا الزباش معول البلايص باش يمشيو جاو تيجريو، كانوا الناس كاع ما مسوقين لهذا الشيء، حتى واحد ما كان مسوق للسوق، السوق كان خاوي، بمعنى ان السوق فاشل. علاش؟ اول حاجه السوق تحت في المنطقه الغير المناسبه، بعدا ما كايناش واحد استراتيجيه من طرف المجلس ولا من طرف الناس اللي داروا وحطوا هذه المسائل هذه. المشكل معروف وقديم، المشاكل ديال هذا السوق معروفه. اسمح لي راه ما تخادش الراي ديال الباعه المتجولين، واش هذا السوق واش الناس يمكن انه يخدم ولا ما يخدمش ولا كذا، هادشي راه كاينه مشاكل كثيره. حنا دروك دروك حنا امام الامر الواقع، دابا تولد لنا هذا المولود خصنا نربيوه، يجيو يشوفوا مشاكلنا فاش نعيشوا، يجيو يشوفوا المشاكل فاش يعيشوا هاد الناس. انا ما تهضرش على راسي ولا على فلان، على الجميع، راه كل واحد هنا عنده شي حاجه تضطروا. كاين واحد تيقول لك انا تنجي ما تربيع ما تنشري، كاين واحد تيقول لك انا بدي نبيع ونشري، كاين واحد جاي يقصر عندنا هنا بغا يجي يتفج 12 ويمشي، كاين واحد اللي تيقعد هنا وتيمشي لقنط اخر. عطى الله ديال المشاكل، بزاف المشاكل كثيره، وهاد المشاكل باش خصنا نتلاها تحل، خصنا اللي نخاطبوا، شكون اللي غادي نخاطبوا؟ المجلس ولا السلطه تيقول لك سير تقعد. اسيدي احنا بينا نقعدوا، احنا بينا نتناقشوا، ارى اللي بغى يتناقش معنا، ارى اللي بغى يحل معنا المشاكل ديال الناس اللي ما قاعدينش في بلايصهم. اي واحد تيقول لك انا بلاصتي ما قاعدش فيها، تيجي تيقول لك انا بلاصتي تاوى لي هاد الناس، وتيجي وتيخلقوا المشاكل هنا مع ناس اخرين. نصفيو هاد المساله ونجيو لمسائل اخرى. راه ما كاين اللي معاه متهضر، راه خصنا معاه من ندوي، وخص اللي يحل معنا المشاكل. راه حنا بيناتنا راه نبداو نكذبوا على بعضياتنا، راه الا بغى يخدم السوق راه خص واحد الموت عاد يخدم. لا ما نكونوش حنا تنضحكوا على بعضياتنا، حنا سيدي بوين هاد الشيء وقابلين هاد الشيء وبينا داك الشيء. اي واحد هنا ما عندنا حنا حتى واحد ما ضد شي واحد الحمد لله، واي واحد عنده الرغبه ولا الكلمه يهضر مرحبا به، وحتى شي واحد هنا ما تيفوت الامر شي واحد يهضر بسميتو، كل واحد تيهضر كاع على راسه. ما كاينه جمعيه، ما كاين حتى شي حاجه في هذا السوق باش ما نقولوا راه شي واحد ولا شي واحد بيهضر على شي واحد ولا شي واحد. الحمد لله حنا كلنا واحده. السوق الا بغينا ينجح خص السوق مسائل باش ينجح. حنا ضروب، حنا ضروب تنتمناو الله يجازيهم بخير، لا الناس المسؤوله ولا الاخوه اللي تيفرشوا معنا. اني تنقولها من هذا المنبر هذا، الاخوان اللي تيفرشوا الباعه المتجولين الله يجازيكم بخير، جيو تضامنوا معنا وجيو تحملوا معنا واحد شويه ديال العيب، وجيو عاونونا في هذه الفاده هذه راه امانه، جيو عاونوا معنا وهزوا معنا واحد شويه ديال الثقل وواحد شويه ديال الحمل. راه كل نهار حنا تنعيشوا في هذه المشاكل، وجيو عاونوا معنا وفرشوا معنا، راه بينا السوق حتى حنا ينجح. الله يرحم لكم الوالدين، الهضره اللي قال السي خالد بكوش على الهضره في محلها راك كلام جميل، هاد الهضره اللي قال راه كلام جميل. والصراحة الله هاد السوق هذا راه مخسره عليه مليار و600، واش هاد السوق هذا تاع مليار و600؟ هذا راه هذا صراحة الله خص يكون يقرنا، ماشي سوق. سرح عينك الله يرحم لك الوالدين، شوف واش هذا سوق، ما كاين المرافق، ما كاين حتى حاجة. والصراحة الله الناس اللي كيهضروا دروكا، اللي يهضروا كاين اللي يهضر، كاين اللي يهضر مالي لا أنا قل جمال في هاد السوق، وتهضروا تيقول لك انا خصنا نجيو. حنا راه جينا ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه، اش خدانا حنا دروكا اللي حنا جايين؟ والسيمانه هذه انتم الصحافه كتجي عندنا دابا السيمانه هذه، السيمانه هذه وحنا اش بنا ناكلوا؟ ما دايرين ما كنا ما عندنا ما نصيروا ما درنا والو ما صورنا ما والو ما. من طوالة الخميس وحنا مده جايه ل 16 سنه واكلين شاربين فيه الله يعمر هذا، ولكن جابونا هنايا قالنا على مده شهرين ثلاث شهور وبعدين نتحولوا لبلايصنا، واش هاد الهضره صحيحه ولا كذوب؟ الله اعلم. حنا جينا على نيه باش بنا ان نتحولوا ليها، وهنا جايين على الفوش الثالث، داز الفوش الاول داز الفوش الثاني داز الفوش الثالث، كاع الناس هربوا كاين عندهم الارقام، وحنا دروك قاعدين في هاد البلاصه فوق رقم واحد ديال واحد اخر ولا ديال جوج الناس. حنا قاعدين في الله تعالى على شان شهرين ولا ثلاث شهور، هادشي باش دايرين معنا هاد الناس؟ هاد السلاح خويا غير كريدي هاد باش شوفوا. والغالب الله جابونا من الخميس تنطالبوا تنطالبوا حنا نرجعوا للخميس ولا يجيبوا الخميس كله عندنا هنايا غير يردوا لنا. ما بعتيش شوف الله شاهد عليا الريال ما دخل جيبي، الله شاهد عليا وعندي اربعة وليدات وعندي عائلة الغالب الله. انت بشوف المشكل اللي عندنا شنو هو؟ هو باقي واحد نصف الخميس
تيمشيو تبيعوا ويشريوا، هنا ما تيلحقنا حد، مادام الناس تيشوفوا هذوك الخميس قاعدين، إلا حنا مقصيين هنايا قاعدين مجمعين، ما كنتفالوا ما تنبيعوا ما تنشريوا، هذا هو الألات، وزيدوا أنت اللي دايرين معنا شهرين ثلاث شهور نقعدوا هنا ما عطينا شي قرار، هذا البشر تبعنا واحد جوج سيمانات وبغى يمشي بحاله، وإلا مشى بحاله جا واحد آخر، وما لقناش حنا تما ولقانا هنا، ومشينا بهاد ثلاث شهور ورجعنا تما بيقول لك ما كنعرفكمش، ما كاينينش نتوما تما. فهمتي؟ شنو عندك اللي دار معكم الحل؟ اللي دار معكم عندكم شي وثيقه، حنا ما عندناش وثيقه، حنا كنطلبوا من هذا المنبر بواحد الوثيقه يعطيوها لنا في هذه ثلاث شهور اللي قاعدين فيها هنايا. وراه كاين العدد ديال البشر. هذا الشيء وراه كاين البشر وهذا الشيء اللي كنطلبوا. انا سي جاي لاكارت ديالي شتيها، تقول سير واجي سير واجي سير واجي سير واجي. حنا سي جاي متحرين، ماشي محررين السوق، هذا الصحراء محررينها هي، الصحراء محررينها، الصحراء المغربيه. وليدي في الصحراء وليديه. الصحراء هي هاي 75. المشكل ديالي هو البلاصه تكون عندي بلاصتي، بلاصه الوالده ديالي. المشكل ديالي نطلب انا من البلاصه ديال تاع الوالده عندي. عندنا بلاصه 664 يعطيونا هما يعطيونا حقنا، تنمشيو نجيو تقول بلاتي نمشيو نجي جات مع عيد الكبير قبل عيد الكبير جي شهرين واحد 15 قبل عيد الكبير جينا ما قلنا حتى حد، قلنا الدنيا مشطبه هنايا، الدنيا مشطبه هي الصحراء، والله ما بقات ما في الصحراء نيت انايا. مشينا وجينا مشينا تنجو هنايا ما تلقى والو، مشينا عاوتاني جينا وجينا تقول بلاتي اسمعي بلاتي قريب شكون باقي ما كاين والو. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.